أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة الميثاق الوطني ومقال للكاتبة ثائرة أكرم العقيدي حول المعاناة الكبيرة التي يعيشها النازحون في العراق وخاصة في السليمانية وكردستان العراق عامة، ومع موجات البرد والثلج الذي يهل عليهم كل سنة، بالإضافة إلى مشكلة التعليم وما يتعرض له التلاميذ والطلبة النازحون، ومنها عدم وجود مقاعد دراسية كافية وانعدام الوسائل التعليمية. وتضيف الكاتبة: وما يزيد الأمور سوءا هو توقف المساعدات الدولية والأهلية، إذ لا يستطيع معظم سكان المخيمات توفير متطلباتهم الأساسية، حتى أصبح النازحون حيارى يتساءلون: هل تعهد الجميع على قتلنا أحياء لأننا نازحون عراقيون؟ نتابع. صعوبة إعادة جميع النازحين إلى مناطقهم مستمرة، إذ إن منازلهم ومناطقهم وأراضيهم وأعمالهم سلبت واغتصبت بدعم حكومي، وهو ما يشير إلى استمرار معاناتهم ومأساتهم. فمرحلة ما بعد إعلان ما يسمى التحرير سيئة على النازحين، لأن الحكومة تعمل على إغلاق المخيمات بدون توفير إجراءات عودة النازحين الآمنة إلى مناطق سكناهم بسبب سيطرة فصائل مسلحة على مناطقهم ورفضهم الانسحاب منها تحت ذرائع مختلفة، بالإضافة إلى أمور أخرى متنوعة تعرقل عودة العوائل إلى أرضهم ومنازلهم، ومن أبرزها التهديد بالقتل. وبالمقابل فإن الحكومة لا توفر احتياجات النازحين في المخيمات، بل تتغافل عما يسرق المخصصات المالية والمساعدات الإنسانية المتعلقة بالنازحين. إلى صحيفة الشرق الأوسط ومقال للكاتبة سوسن الشاعر حول ما يحدث في كأس الخليج بالبصرة، حيث تقول الكاتبة إنه استعراض للعروبة بطريقة مبالغة مقصودة، وكأنه تجديد ولاء للعرق العربي والقومية العربية. إنه إعلان انتماء للعروبة، وهو صرخة ضد النظام الملالي، وتأكيد على فشل 20 عاما من محاولات طمس الهوية العربية في العراق التي مورست ضدها. هي إذن معركة هوية أكثر منها دورة كروية. وتضيف الكاتبة: وحاول أتباع إيران أن يثنوا أهل البصرة بكل وشتى الطرق، حاولوا أن يهددوهم ويبتزوهم ويرهبوهم لمنعهم من استقبال الجمهور الخليجي، إنما باءت تلك المحاولات بالفشل الذريع. إنها أكبر صدمة بالنسبة لإيران. نتابع. أصر أهل البصرة الجنوبية أن يؤكد اليوم جينات العروبة التي ما زالت تغمرهم، هم عرب أيا كانت ديانتهم وأيا كان مذهبهم. أصروا عليها بدءا من عنوانها، أصروا فيها على كلمة العربي رغم اعتراض إيران الذي وصل لتقديم شكوى الرافضة تسمية الدورة بالخليج العربي، واستدعاء السفير العراقي في طهران، وإبداء الاحتجاج رسميا على الإصرار على تسمية كأس الخليج العربي. أما البصراويون فتفننوا في إبراز الأصول العربية هناك من فتح بيوتهم للزوار، وهناك من أقام الولائم للضيوف الخليجيين، ومن أقام المضافات في الطرق، وهناك من هتف ورقص بكل الأهازيج العربية التي تشعرك بأن هناك مبالغة في إظهار الهوية العربية. المشروع الإيراني في دول بعينها مصيره الفشل، ولو أن هذا المشروع يعمل عليه النظام بضراوة، ومنه إحلال إيرانيين في المناطق السكنية تغييرا للديموغرافية، وتدخل في المناهج التعليمية وإعطاء امتيازات للإيرانيين، وتعطيل أي وسيلة تواصل أو علاقة مع بقية الدول العربية. وحول بطولة كأس الخليج، خلدون الشيخ كتب مقالا في صحيفة القدس العربي، جاء في هذا المقال: في الشهور الماضية بات مصطلح الرياضة تصلح ما يفسده السياسيون بات واضحا أمام أعين العالم، عندما نجحت قطر في جمع العرب من مختلف الأقطار خلال استضافتها لمونديال كأس العالم،
والآن بات الأمر يتكرر خلال بطولة جديدة في منطقتنا وهي خليجي 25. ويضيف الكاتب: في كأس الخليج العربي لم تعود الخلافات على أشدها بين العراقيين، لأنهم اجتمعوا على منتخب يمثلهم في البطولة التي تستضيفها بلادهم. فهل وصلت الرسالة العراقية لنظام إيران الذي ظن أنه يستطيع اختراق الدول العربية بمشروعه، وأنه بسيطرته على حفنة من الخونة يستطيع أن يغير هوية هذه الشعوب أو يطمس هذه الهوية؟ نتابع. أصبح كأس الخليج اليوم بمثابة الإنعاش لمريض تدهورت حالته بمرور الأيام والشهور والسنوات، فكل المعاناة التي يعيشها العراقيون وخصوصا البصراويين من غلاء معيشة وشح فرص العمل وعدم توفير أبسط حاجيات الحياة اليومية من صحة وتعليم وغذاء، جاءت هذه البطولة لتنسيهم وإن مؤقتا آلام هذه المعاناة. بل كانت هناك حالات فخر بعودة العراق إلى حضن أشقائه، فاستقبل البصراويون زوارهم من المشجعين الخليجيين بكل حفاوة وكرم، فكل بيت في البصرة صار تحت خدمة أي زائر ومنام محبب لكل راغب، بل صارت كل وجبة في كل مطعم مجانية لهؤلاء الزوار، فكرم الضيافة هو من شيم أبناء هذه الأرض. ولهذا لم يعد مهم من يفوز باللقب، لأن العراقيين آزروا جميع المنتخبات الثمانية في الملعب، رغم أن انتصار أسود الرافدين باللقب الرابع في تاريخه سيكون له مفاعيل الشفاء على صاحب الداء، وقد يصحي ضمائر ظلت تغوص في دهاليز السياسة والمصالح الشخصية بعيدا عن المصالح الوطنية. وسيتأكد الجميع من أن هذا الشعب هو واحد مهما فرقه ساسة مشوهون وفاسدون. ردت الصحف البريطانية على إعدام نائب وزير الدفاع الإيراني السابق بشجب الخطوة الإيرانية، خاصة أن علي رضا أكبري يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب جنسيته الإيرانية. واتخذت الحكومة البريطانية سلسلة من الخطوات، منها استدعاء سفيرها في طهران. وقالت صحيفة أوبزيرفر إن الحكومة البريطانية ستقوم بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، وتتوقع أن تنسق الردع مع الاتحاد الأوروبي على إعدام أكبري المتهم بالتجسس. نتابع. إن أكبري خدعته الاستخبارات الإيرانية قبل 3 أعوام من أجل العودة إلى إيران، وكان أكبري مسؤولا دفاعيا بارزا في حكومة المعتدلين قبل عقد من الزمان، وقد شنق في إيران بتهمة التجسس للمخابرات البريطانية MI6، وهي تهمة تنفيها عائلته. وقال صديق للعائلة: هذه جريمة قتل، وتعهد بإثبات براءة المسؤول السابق البالغ من العمر 61 عاما، وأنه قبض أموالا من البريطانيين. تقول القوى الغربية إنه طالما استمر القمع ضد المتظاهرين في الشوارع الإيرانية فلم يعد الملف النووي مركز اهتمامهم. ويعتقد أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصناعة القنبلة النووية، ولكنها لا تستطيع تحويل المواد إلى قوة عسكرية. ولو قررت بريطانيا ومعها الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إيرانية، فهذا يعني ردا انتقاميا من إيران. نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا للكاتب ديفيد أوناتيوس، أشار فيه إلى أن التهديد الصيني والروسي يدفع اليابان لإعادة تسليحها للحفاظ على أمنها. وأوضحت الصحيفة أن كسر موقف اليابان بعد العام 1945 من التحفظ وضبط النفس في الأمور العسكرية يتطلب الكثير، لكن الصين وروسيا أنجزتا ذلك بالضبط من خلال إقناع القادة اليابانيين أنهم بحاجة إلى قدرة الرد لحماية أنفسهم من التهديدات المتزايدة. ويسعى الزعيم الياباني فوميو كيشيدا للحصول على موافقة البرلمان على إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا على الدفاع، وهو ما يضاعف تقريبا ما تنفقه اليابان. ويقول كورت كامبل الذي يشرف على السياسة الإقليمية لمجلس الأمن القومي التابع لبايدن: هذه نقطة انعطاف بالنسبة لآسيا، إنها تنقل اليابان من الاعتماد على قوتها الناعمة وأسلحتها الأمريكية إلى شراكة عسكرية حقيقية. نتابع. مشكلة الأمن في اليابان هو الصواريخ وليس فقط من الصين،
تختبر كوريا الشمالية بانتظام صواريخ باليستية تحلق فوق الأراضي اليابانية. قبل عقد من الزمان استثمرت اليابان بكثافة في التقنيات المضادة للصواريخ على أمل أن يخفف ذلك من حدة التهديد، لكن قبل عدة سنوات أدرك المخططون العسكريون اليابانيون أن الخصم يمكنه التغلب على درع الدفاع الصاروخي. كانوا بحاجة إلى ما هو أكثر، يجب أن تقدم استراتيجية رد ذلك. ستزود الولايات المتحدة اليابان ب400 إلى 500 صاروخ توماهوك يمكنها ضرب مواقع الصواريخ في الصين أو كوريا الشمالية. تريد اليابان أيضاً حماية أصولها الدفاعية الفضائية التي تشمل قنابل موجهة بالأقمار الصناعية ونسخة يابانية من نظام تحديد المواقع العالمي الأمريكي من ترسانة الصين المضادة للأقمار الصناعية المتوسعة. لذلك ستوسع إدارة بايدن المعاهدة الأمنية الأمريكية طويلة الأمد مع اليابان لتغطية الهجمات في الفضاء. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. نتابع الآن الوجه الآخر لحرية التعبير والرسوم الكاريكاتورية. بين العديد من الفنون الإبداعية الرائجة أو بين هذه الفنون الإبداعية الرائجة في الأماكن السياحية بما فيها تلك التي في الأردن، برز عدد من هذه الفنون منذ 10 سنوات، وهو فن الرسم بالرمل الصحراوي داخل قوارير زجاجية. هذا الفن الدقيق بقدر دقة حبيبات الرمل الناعمة وانسيابية حركتها يجمع في الوقت نفسه بين كونه موهبة مميزة نادرة وبين تحوله لحرفة ومهنة يعتاش منها مقتنها. يمكن القول إن الفنون تتنوع في الأردن، بعضها مستحدث فيما بعضها الآخر أتقنه أصحابه عبر توارثه من جيل إلى جيل، كما هو الحال بالنسبة لفن الرسم بالرمل، لتتشكل بحبيباته أجمل لوحات وأكثرها إتقانا وإبداعا. اكتشاف كوكب يشبه الأرض ربما يكون صالحا للحياة أو فيه مخلوقات، اكتشف علماء الفلك التابعون لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا كوكبا جديدا يشبه الكرة الأرضية من حيث الحجم والعديد من المواصفات، وهو ما أعاد تكهنات باحتمالية وجود حياة أخرى لم نصل إليها بعد خارج كوكبنا. كما أن الكوكب الجديد جدد الاحتمالات بإمكانية أن ينتقل البشر مستقبلا إلى خارج الكرة الأرضية للعيش هناك بشكل طبيعي. ورصدت بعثة ناسا كوكبا بحجم الأرض يدور حول نجم صغير على بعد نحو 100 سنة ضوئية. ويقول العلماء
إن حجمه يبلغ 95% من حجم كوكب الأرض، ويحتمل أن يكون صخرياً، ويشير احتمال وجود ماء سائل إلى أن الكواكب نفسها يمكن أن تكون أو ربما كانت ذات يوم صالحة للعيش مدى الحياة. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. بتعاني من شح المياه، وإذا بدنا نستخدم مياه البلدية اللي واصلة مشكورة ووصلت لنا المي البلدية، لكن المي البلدية مش زراعية، يعني تكلفتها عالية، فإحنا توجهنا للزراعة بنظام الأكوابونيك اللي هو نظام الزراعة المائي المعلق مع وجود خزان يحتوي على أسماك بنقوم بتربيتها طبعا ونستفيد منها. طبعاً هاي المي الراجعة بعد التغذية تنزل من الدفئات اللي هي البيوت البلاستيكية، بعد ما تروي النبات بترجع هون على البركة تحت تنزل، وبنرجع بنسحبها من البركة مرة ثانية وبنعيدها على النبات في الدورة المغلقة. طبعاً كمية سمك تتناسب مع المياه الموجودة، احنا الحمد لله رب العالمين السمك اللي عندنا تقريباً حالياً فاق 20,000 سمكة في البركة. طبعا المخلفات السمك الذائبه احنا بنرجع ونحكي البكتيريا اللي احنا عملنا لها بيئه حاضنه، مع مرور المياه من خروجها من البركه ومرورها عبر الفحم البكتيريا هذه بتعالج الامونيا اللي موجوده. في الختام تقبلوا مني اطيب تحيه وفي امان الله.